السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. النهاردة بقى هنعمل لكم عزومة كبيرة قوي قوي قوي. بصوا، هنا معايا فرخية مسكتها غسلتها ونضفتها وقطعتها وحطيت عليها ايه، ملح وفلفل اسود وسبع بهارات وحطيت عليها ايه تاني، وقطعت لها بصلاية. وهنا بقى معايا اللحمه متسبكه، سبكتها، انا بسبكها وبشيلها في الفريزر في كيس كده، وقت ما بكون عاوزاها بطلع من الكيس واعمله. هنا معايا البطايه وقطعتها وحطيت عليها زعتر وفلفل اسود والسبع بهارات وحطيت عليها ملح وقطعت لها بصلايه، تمام. وسايباها هنا كانت بتاخد صدمه يا بنات. وكنت هنا بغلي لها ميه، انا ما كنتش اعرف اصلا ان هي بتحتاج ميه. بس ماما قالت لي انت ما غسلتيهاش ميه، قلت لها لا، فغلي اهي، حطيت ميه بقى على النار عشان تغلي. سبتها بقى عشان تغلي اهي، عشان انزل بالميه على البطايه. هنا بقى جينا هنا للفرخه تاني عشان نحط، قطعنا عليها طماطميه، قطعنا عليها فصين ثوم زي ما انتم شايفين كده، وهنحط عليها دبس رمان. وهنا انا بدق، بعمل الثوم، بعمل، بسم الله الرحمن الرحيم، بطحن الفلفل الاحمر في الكبه وباخد منه معلقه كده وبحطها عليه، اهو شايفين معلقه حطيت عليه وكده زي ما انتم شايفين اهو، بحط عليها الدبس رمان اهو، ده الدبس رمان. بعدين بقى بتفضلي تدعكي 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 فيه. ودي الميه اهي. وهنا معانا بقى اللحمه هي المتسبكه اللي بشرن لها جزرايه ومقطع لها طماطميه تاني بس كده، وهنقلبها بقى اهي، قصدي يعني هنقلبها. بسم الله، نزلنا عليها على اللحمه المتسبكه، حطينا لها طماطميه، بشرنا لها جزروية بس كده. هنا بقى غلينا ميه تاني عشان المكرونه. هنا كنت بعمل لي لحمه مفرومه بقى متسبكه كده، عدى دقيقتين يبقى نقول لكم، عشان هعمل رقاق وهعمل مكرونه بشاميل وهعمل بط وهعمل فراخ، هعمل عزومه كبيره يعني. كده اهي، بصوا كده. وهنا ده هعمل بقى البشاميل بتاع المكرونه. حطيت هنا معلقتين زيت، حطيت عليهم معلقه سمنه، دي تالت معلقه دقيق، استنى احط الرابعه اهي، الرابعه هتيجي في الطريق، ثواني. هحط معلقه تاني وهنزل عليه تقليب بقى، افضل اقلب اقلب اقلب. حطينا 4 معالق دقيق وهنقلب نقلب كده البشاميل. كده بقى فضلنا نقلب فيه وحطينا عليه معلقة سمنة، هو تقيل كده. هننزل بقى عليه يا بنات باللبن، ثواني انزل عليه دلوقتي بقى باللبن اهو، بس ما نسيح شويه السمنه، الزبده قصدي، معلقه الزبده انزل عليه باللبن، سيحت ونزلنا عليه باللبن، وننزل عليه تقليب 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 زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. ادي كده نزلنا عليه اهو باللبن يا بنات، ونقلب نقلب نقلب. صلوا على النبي، حطوا لايك يا بنات واعملوا لي كومنت حلو بس في اخر الفيديو، لو الفيديو عجبكم قولوا لي ايه رايكم في الاكل بعد ما الفيديو ما يخلص، تكتبوا لي بقى تعليق قولوا لي ايه رايكم وجربوها بجد، ولما تجربوها تعالوا قولوا لي هنا في التعليقات جربتوها وحلوه ولا لا. بصوا كده، هنا هننزل بقى عليه بكبشة مية مكرونة، مية مكرونة اللي اتسلقت، انزل عليه بكبشة
انزل على البشاميل بتاعي بكبشة مية المكرونة. ايه كده يا بنات، وننزل نقلب دي المكرونة بعد ما اتسلقت اهي. بعد ما سلقتها هنا هحط بقى معلقة كركم وكاري وكزبرة على البشاميل. ده كركم بالكزبرة، نقلب الأول بعدين نحط الكيري. كيري اهو نقلب. هنا بقى عشان نجهز بقى صينية المكرونة حطينا ايه، معلقة سمنة، معلقة زبدة قصدي، معلش البشاميل اللي حطينا معلقتين بشاميل، ودهناهم في الصينية من تحت ورشينا عليهم معلقة بقسماط. وهنا هنحط طبقة مكرونة وطبقة لحمة مفرومة وطبقة، بسم الله، وطبقة مكرونة تاني، طبقة مكرونة، طبقة لحمة مفرومة وطبقة مكرونة تاني، وعلى اللحمة المفرومة بحط معلقة بشاميل. هنا كنت بحط سمنة زي للرقيق. هنا بقى نحط الايه، اللحمة المفرومة على المكرونة اهي كده. دي يا بنات اللحمة المفرومة اهي. وهننزل عليها يا بنات، هنحط تاني اللحمة وهننزل عليها على اللحمة بقى بمعلقتين، بسم الله، معلقتين بشاميلي اهي. ده البشاميل اللي بحط معلقتين على اللحمة. وبعد كده هحط المكرونة، بعد كده هحط المكرونة اهي، المكرونة بصوا، مكرونة اهي بنات. هنا انا كنت بقى معايا مفتاح الشقة عشان كنت كل شوية اطلع اجيب حاجات من شقتنا وانزل تاني عند عمودة، اطلع اجيب حاجات من شقتنا وانزل تاني عند عمودة. كنت يعني ايه، مثلا استنى، كان مثلا كل ما احتاجه اي حاجة انزل انا اجيبها له، مش عارفه ايه، روح كده اجيب كده. انا ولهم، انا كنت واقفه معاهم في المطبخ مش بعمل، لا انا كنت بناولهم الحاجات بس فقط، والله كنت بناولهم بس، كنت بعمل اي حاجه تانية غير ان انا كنت واقفه بناول. انا بناولهم وهم بيعملوا بس، هو ده اللي كان لازمتي في المطبخ، ان انا بناولهم وهم يعملوا بس. بس وكده كان فاضل 4 دقايق والفيديو يخلص. في ال4 دقايق دول عملنا فيهم ايه، رتبت فيهم صينية المكرونة الرقاق، وعملت فيهم البيو، وصورت هنا معايا ايه، احنا هنربط الدنيا معايا هنا ايه، الرقاق حطيتها في الشوربة، عملتها بالشوربة، احنا بالشوربة كده، وحطيت عليها بعد ما حطيتها في الصينية حطيت عليها معلقة سمنة كده من على الوش، وطبعا احنا دهنين الصينية يا بنات سمنة، تمام. هنحط طبقة رقاق تاني، بس انا كنت بعمل بس الرقيقة اهي بالشوربة، هنستخدم بقى رقاق تاني، هما بنحط 4 رقاقات، وبحط هنا عليها معلقة سمنة. وبس ايه، هنا هي الرقاق بالشوربة، دي شوربة بط، عملت الرقاق بشوربة بط يا بنات، حطيت على الرقاق هنا معلقة سمنة، فكل رقاقة بحط عليها معلقة سمنة. وده اللحمة المفرومة حطها على الرقاق.
بصوا كده، حطينا اهو اللحمة، ونحط الأربع طبقات من المكرونة، من الأربع طبقات مكرونة ايه، بس هنحط 4 طبقات دلوقتي، يعني هنحط 4 رقائق. استنوا، بص هنحط اول طبقة رقائق اهي جاي في الطريق اهي، وهنحط عليها معلقة سمنة، اهي معلقة سمنة، وهنعمل رقاقة تاني ونحط عليها الشوربة. ايه بصوا كده، وكنت بعمل بقى الرقاقة التانية، التالتة قصدي، دي كانت تاني رقاقة، التالتة كنت بعملها. وهنا الفرخة كانت طلعت معايا من الفرن اهي، انا اديتها وش تاني في الشواية، حطيت عليها معلقة صلصة وحطيتها، اديتها تاني وش في الشواية، وده الرقاق اهو بعد ما طلع معايا من الفرن. ودي المكرونة البشاميلي، كان الاكل جميل بقى. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا لي بقى زر الجرس، وتشجعوني يا بنات عشان اعمل لكم كل يوم فيديو. انا كنت عامله على فكره كحك والبسكوت في العيد، بس انا ما نزلتش الفيديو، انا كنت بحمر البطه بس انا ما نزلتش الفيديوهات، ومنتظره الفيديو. في الفيديو الجديد هعمل لكم البسكوت والكحك، عشان انا ما رضيتش استلم. وايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.